السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بالف خير. فيديو جديد كالعاده معكم ياسمين من متجر كونفور اند اليغونس اللي كيتواجد في جوهره سيدي مومن اون فاس مع مسجد جوهره. اليوم جيت باش نقول لكم باللي كاين عندنا الجديد، كاين بزاف بزاف ديال الجديد، كاين لي ساك، كاين لي بوت، لي زيسبا. هانتوما كيف كتشوفوا، يلا دخلت السلعه. هادشي كامل دي ساك، وهادشي دي بوت ودي زيسبا. شفتوا كاين الجديد، وهادشي كامل غنوريه لكم البنات، ولكن ماشي في هاد الفيديو، غنخليو ان شاء الله اللايف، غنديروا لايف اخر هاد لا سيمين ان شاء الله. اللايف غنديروا لكم الجمعه مع 8 ديال العشيه. سامارش البنات، وفي نفس الوقت بغيت نفكركم بالمسابقه اللي دايره في الماغازان. اي وحده تقدات عندنا سواء في المحل سواء دوزات معنا كوموند، راه كنقيدوا لو نون ديالها هنايا في هذا الكتاب مع النيميرو التليفون. ما بغيتش نركز لكم على الكتاب، مع فيه النيميرو التليفون ديال البنات، قلت لكم باش نديروا السحب على الخميسه الثانيه ديال الذهب. ديجا الخميسه الاولى درتها في اللايف، راكم شفتوا، وربحتها واحد البنت من قنيطره، راه توصلات بها، يلا صيفطات لي دابا ميساج في واتساب. وهذه ان شاء الله غيكون السحب نهار 15 في الشهر، باش نعرفوا شكون هي اللي غادي تربح هاد الخميسه الثانيه. سامارش البنات، وكنبغي نشكركم بزاف بزاف على الثقه ديالكم. ديجا تبارك الله هاد الكوموند الاخرى عجبتكم بزاف، وكنتو كثار اللي دوزتوا لي كوموند عندنا، هاد لي كوموند ديال البنات اللي دوزوا اليوم. يعني شاك جور تبارك الله كيكون عندي دي كوموند من المغرب كامل، سواء في انستغرام سواء من لاشين في يوتيوب. يعني تبارك الله الناس عجبتهم السلعه، وتا الأثمنة البنات راكم عارفين ان الأثمنة اللي عندي راه ما كايناش، يعني أثمنة ناقصه بزاف بزاف على الأثمنة اللي كاينه في السوق. شكرا لكم، وتا حنا الحمد لله يعني كنحاول نكونوا عند حسن ظنكم. والبنات بغيت انا نتشاور معكم، بغيت ناخذ هذا الاب، ما معرفتش من كولور. المهم انا نصور لكم، بلا شي هو محطوط ديجا هنا بريزونتي، انا نصور لكم، انا نوريه لكم مع درني، وفي نفس الوقت انا نلبسو وعطوني رايكم. ما عرفتش واش ناخذ هاد لا كولور في البيج ولا ناخذ لا كولور نوار. ديجا لبست النوار، والبنات في انستغرام قالوا لي خدي البيج حسن، انا لبس البيج وقولوا لي تانتوما رايكم. فوالا البنات، انا لبستو في البيج. المهم خليو لي التعليقات، قولوا لي شنو رايكم، شنو بالكم، واش ناخذ هاد لا كولور ولا ناخذ النوار. شفتوا كيفاش كيجي في اللبسه؟ انا عجبني الصراحه الموديل، عجبني بزاف، وديجا انا كرتاح في هاد لي ستايل هادو. وانا الصراحه يعني كنحاول نبعد شويه على النوار، كيعجبوني لي كولور اكثر. ديجا لي بوت اللي كنت لابسه دابا في رجلي بوردو، هذا ما عرفتش. المهم خليو لي نتوما رايكم، هذا حارت فيه واش ناخذ هاد لا كولور ولا النوار. ونسيت ما قلت لكم البنات شنو غادي يكون في الكادو بالنسبه لهاد اللايف. هاد اللايف غيكون هاد الساك، وانا غنقول لكم علاش درت لكم هاد الساك. ديجا كانت خداتو عندي واحد اليوتيوبرز اللي هي رجوة شانيل، اللي كنوجه لها التحيه، وكانوا بزاف البنات اللي عجبهم، وكنت درتو في مسابقه كنت درتها انا وياها، كانت ربحاتوني واحد البنت من برشيد. بوغ سا قلت علاش لا حتى نتوما البنات اللي عندي في يوتيوب ما نديروش لكم في هاد اللايف. ساك واعر بزاف، نورمالمون هذا راه داير 270 درهم، 5400 ديال لا مارك بولاروسي، ستيل ديالو زوين. شو الحلة ديالو كيفاش، وراه فيه هانتوما الديزاين ديالو، وراه فيه السمطة الطويلة. سامارش البنات، يلا بغيتكم كاملين تكونوا حاضرين في اللايف اللي غندير لكم نهار الجمعة مع 8 ديال العشية. اوكي، وكنبغي نشكركم حيت مؤخرا وليت كنشوف بلات فامي كامله حاضره معايا، ماشي غير واحد ولا جوج. كنبغي نشكركم على التتبع ديالكم لينا وعلى الثقه ديالكم فينا. حتى لهنا كيسالي الفيديو ديالي، كنتمنى انني نكون خفيفه على قلوبكم، وما تنساوش تحضروا معايا اللايف باش تشوفوا الجديد. السلام عليكم.